السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عاد جيت لكم فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم مين حريشات في الفران اللي كيجيو رائعين وهشاش، اي بالفينو اولا بالدقيق الفينو اولا سبيسيال بلا هكا بالسميده اللي خاصه بالحلويات اللي كيجيو رائعين. حريشات هكا نوجدو من الكوتي اولا الوليدات هكا الكوتي ديو مع المدرسه، كيجيو ساهلين بالمذاق ديال الياغورت. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. هنايا كما كتشوفوا اول حاجه غادي ندير معكم هاد الحريشات بحبه واحده ديال البيض، غادي نديرها هنايا في اناء. هنايا عندي كاس ديال السنيده بعبر كاس العنبق الاربع، هنايا غادي ندير ساشيه ديال الباني وقبيصه ديال الملح، وهنايا غادي نسم بلاغوم ديال الحامض اولا بالنكهه ديال الحامض. غادي ندير راس معلقه اولا ما كاينش هكايا النكهه ديال الحامض، كديرو القشور ديال الحامض كتحكو حامض هكايا، غير هاد لاغوم ديال الحامض كتجي رائعه في هاد الحريشات. غادي ناخد الخلاط اليدوي وغادي نطرب هاد السنيده حتى كتذوب مع هاد البيضه. هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال المربى ديال المشمش اللي كتعطي واحد التعليكه زوينه في هاد الحريشه، الا متوفره هكا راه كديروه، المهم داكشي اللي متوفر عندكم كديروه. وغادي نزيد هنايا كاس قل ربع ديال الزيت. صافي وكنخلط مزيان. هنا غادي نزيد ياغورت بالنكهه ديال البنان اولا ديال الفاني، ديال الفاني حتى هو كيجي فيه مذاق زوين. صافي كنخلط غير بالخلاط اليدوي بحال هكا حتى كنخلط جميع المكونات. هنايا غادي نزيد نص كاس ديال الكوك اولا جوج معالق كبار اللي كيكونوا عامرين ديال الكوك. صافي هنايا غادي نجيب الفينو كما قلت لكم، الدقيق الفينو اولا سبيسيال هكايا، ماشي الحرشه ماشي السميده اللي خاصه هكايا بالحرشه وبالحلوه، هذا غير الفينو اللي كنعجنو به انتما السميد الناعم بحال هكا على هذا الشكل. غادي هنايا عندي ربعة الكيسان ونص اولا نص كيلو، ما غاديش نضيفو كامل، غادي نضيف هكا دفعات وغادي نخلي باش غادي نفندهم فيه. ندير هكا واحد تقريبا واحد ثلاثة الكيسان. وهنايا عندي 16 غرام ديال البيكن باودر اولا جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. صافي كما كتشوفوا بحال هكا، ما غاديش نكثر هكا السميده باش ما يجوناش اولا الفينو باش ما يجوناش عاوتاني ناشفين، غير كتجمع ليا واحد شويه راه باقي كتشرب. صافي وكنخليو شويه هكا باش غادي نقرصوها، غنجمع هكا بيديا باش نعرفوا القوام ديالها. كتجي فيها واحد الريحه رائعه ديال هاد الياغورت مع داك المعلقه اللي دفنا ديال الكوفيتير ديال المشماش مع لاغوم ديال الحامض كتجي رائعه. صافي غير كنخلط بحال هكا كما كتشوفوا، غير كتبان ليا بدات كتنشف كتجمع. صافي كنحبسها بحال هكا على هاد الشكل بحال هكا. صافي هنايا خليت واحد شويه باش غادي نفندها، تقريبا كنضيفو واحد ثلاثه الكيسان ونص. صافي بحال هكا، هذا هو القوام ديالها. كتبقاو ضيفو هكا في السميده اولا الفينو، المهم انا راه درتهم غير بالفينو، وكيجيو هكا كيبقاو اقتصاديين، شي حاجه سهله ديال الدار وكتجي بسيطه وكيجيو بنه في نفس الوقت. ها نتوما هذا هو القوام ديالهم، غنخليهم بحال هكا ما غاديش نكثروا حتى كينشفوا بزاف بحال هكا على هذا الشكل.
صافي دابا غادي ندوز باش غادي نجيب اللاطه اللي غنفرش لها ورق الزبده وغادي نشعل الفران كيسخن وغندوز باش غادي نشكل معكم هاد الحريشات. هنا جبت اللاطه فرشت لها ورق الزبده دابا شعلت الفران كيسخن هذيك الكميه اللي خليت لي شيطتها كاين نص كيلو هي فاش غادي نفندهم. هنا غادي ناخذوا الخليط ديالنا راه كيبدا كيتشرب داكشي علاش ما كنكثرش ها كيما كنضيفوش نص كيلو كامل صافي وغادي نشكلهم على حسب الحجم اللي بغيتو بغيتوهم كبار اولا صغار كنحاولوا كنشدوهم بحال الكميشه هكا على هذا الشكل. صافي وكنفلدهم في الفينو يمكن لكم هذا الفينو تزيدوا فيه الكوك اولا السنيده المهم على حسب الذوق. صافي وكنحاول نشكلهم هكا وما نبسطوهمش بزاف باش يجيو طالعين لينا واحد شويه ويجيو مشقين ما يجيوش عاوتاني هابطين بلا انتم على هذا الشكل كنحاول نشكلهم هما راه كيكونوا خفاف هكايا كيجيو خفاف بحال هكا على هذا الشكل هذا هو الحجم اللي غندير فيهم. صافي وكنحطهم في اللاطه ديالي وكنبقى مستمره حتى نعمر اللاطه ديالي هنا. صافي من بعد ما عمرت اللاطه ديالي كما كتلاحظوا راه ما كنبسطهمش بزاف باش ما يجيوناش رقيقين هانتوما باش كيجيو واحد شويه طالعين وكيجيو مشقين هانتوما بحال هكا على هذا الشكل. صافي هنايا عمرت اللاطه ديالي كنحاول نبعدهم على بعضياتهم باش ما كي حيت باقي غادي يتزادوا هكا في الحجم ديالهم اولا كيتنفخوا باش ما يتلاصقوش لينا. هانتوما راه 12 حبه وبقى لي هنايا حبه يعني 13 حبه من 6 كيلو هكايا اللي كنحيدو منو هاد الشويه اللي فندناها فيها راه بقى كما كتشوفو هانتوما. صافي دابا الطريقه ديال الطياب راه شعلت الفران كيسخن لاعلى درجه غادي ندخلهم لتحت يتشقوا لينا اولا يتحمروا واحد الشويه من هنا من الفوق ويتشقوا لينا بحال الشكل ديال غريبه عاد نطلعهم من الفوق باش يتحمروا ليا من التحت. المهم على حسب الفران اللي عندكم كنا نطيبهم من الفوق عاد تنطيبهم من التحت باش كيتشقوا لينا بحال الغريبه. من بعد ما يطيبوا نخرجهم ونوري لكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. هنا هما الحريشات ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل كيجيو مشقين محمرين هشاش هكايا بنان لذاد فيهم داك المذاق ديال الحامض النكهه ديال الحامض مع الياغورت ديال البنان كيجيو روعه نتوما ساهلين دغيا كنوجدوهم وعيب الفينو هكايا واقتصاديين بحال اللي كيتباعوا في المحلات. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.